طبعاً هشام عمر من خلال طبعاً الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعلم أن هشام عمر هو معلق رياضي، طبعاً من خلال الاعتماد على مؤسسة أمواج الرياضية، وحالياً هو هشام طبعاً بصحبة التعليق الرياضي، هو أيضاً طالب في جامعة الأزهر في قسم الإعلام والاتصال الجماهيري. أزرق الشطاوي على الثلاث نقاط ناوي، وهذه الكرة لكن أيضاً بدأ هشام عمر في التعليق الرياضي منذ عام 2010 في التعليق عبر إذاعة طبعا فرسان الإرادة في التعليق على كأس العالم 2010. طبعا كانت فرصة جيدة لإظهار إمكانيات وقدرات وموهبة هشام عمر في التعليق الرياضي، وكنت أصغر من يعلق على كأس العالم حيث كنت أبلغ من العمر فقط طبعا 11 عام. اليوم نظرنا إلى حسابات بطولة الدوري إلى المركز الخامس والسادس فريق البحرية، خطأ لمصلحة الفريق الأزرق. يا ترى يا هل ترى الأداء يتراجع لكلا الفريقين والكرة تعود إلى الجهة اليمنى. الكرة الأولى فريق علاء إسماعيل والكرة الثانية على طريق لبنان الحبيب. إلى حين نهاية اللقاء إذا لم يسجل أي فريق هدف. الكرة إسماعيل المدهون يا سادة.